كل الكبار وبحيي الشباب الصغير وبحيي البراعم الجداد الحلوين باذن الله، وبحيي احمد سويلم ومجموعته الجميله، بحيي تيلي سيرف اتلتيكو مدريد. النهارده افتتاح جديد لاكاديميه جديده ان شاء الله باذن الله هتكون ناجحه جدا، خاصه نادي الجزيره مليان بالمواهب. ممكن احكي لكم قصه صغيره قوي. زمان وانا عندي 17 سنه كنت بلعب في النادي الاهلي، وكان نادي الجزيره عنده فريق قوي جدا تحت 17، من الفرق اللي تعبتنا جدا جدا، كسبناها 1-0 بالعافيه. فانا سعيد ان الرياضه وكره القدم بتعود مره ثانيه بشكل جميل من خلال اكاديميه محترمه، من خلال نادي كبير اتلتيكو مدريد واداره محترفه. انا بسط جدا جدا فيها، بتمنى ان شاء الله للمجموعه كلها نجاح، وبتمنى انها تكون اكاديميه ناجحه زي ما عودنا نادي الجزيره. شكرا عباس، كل سنه وانتم طيبين، بشكركم شكرا. وبتشكر له، امنياته دي طبعا عزيزه علينا كلنا، ويعني ممكن اقدم له بس تذكار صغير من الاكاديميه. That was when I ruled the world.